هنعمل موس الرمان بما اننا في موسم الرمان. عندنا كذا طبقه، ثلاث طبقات. الطبقه الاولى هتكون عباره عن كريمه خفق معاها سكر بودره، معاهم فانيليا، ممكن تبقى سايله وممكن تبقى بودره طبعا، ومعاهم جبنه كريمي، مش جبنه كوبايات، جبنه بدون ملح، بدون طعم، مش مطبوخه. بتتجاب دلوقتي على فكره سايبه من عند اي حد بتاع جبن، وبس قولوا له احنا عايزين جبنه كريمي هنعملها للحلويات. بعد كده الطبقه المتوسطه الوسطى يعني، او الطبقه اللي في النص، الطبقه الثانيه هتكون عباره عن جيلي فراوله وميه وعصير رمان فريش من غير سكر ومتصفي وحبوب من الرمان. بعد كده الطبقه اللي بعدها الاخيره الثالثه هيبقى جيلي وعصير وميه. تمام. وبعد كده للتقديم طبعا عندي حبوب رمان، عندي كريم شانتيه، عندي نعناع، اللي انتوا حابينه. طيب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا بسم الله، واجيب حلتين او حله وكسروله او كسرولتين اللي متوفر، مش هنخسر بعض يعني، دي حاجات بسيطه كلها. هحط هنا الميه اللي بتغلي، عصير الرمان، جيلي الفراوله وحبوب الرمان، وهحط الناحيه الثانيه عصير رمان، ميه بتغلي، جيلي فراوله. هنا بقى هناخد بسم الله الرحمن الرحيم الكريمه دي، كريمه خف اللي هي كريمه الحلويات، اللي هي الكريمه السايله اللي لما بتتضرب بتبقى كريم شانتيه، وهحط معاها الفانيليا وهضربها الاول لوحدها شويه بسم الله. وبعدين ابتدي انزل بالجبنه الكريمي. بننزل بسم الله الطبقة الأولى، وممكن طبعا تعملوا أربع خمس طبقات، طبقة بيضة وبعدها طبقة حبوب وبعدين طبقة بيضة وبعدين طبقة حبوب وهكذا. أهم حاجة بس الطبقة اللي هي جيلي بس من غير حبوب هتبقى الأخيرة عشان تديني أحلى شكل. وأقوم واخدة الطبقة التانية اللي هي فيها الحبوب بسم الله الرحمن الرحيم، وتكون مش سخنة، وأقوم منزلاها هنا وأقوم مدخلاها التلاجة بقى، مش هسيبها بره. يقوم الجيلي يتماسك، يمسك نفسه ويبقى طبقة من الجيلي على الوش. هيكون الطبقة الأخيرة اللي هي جيلي بس بدون حبوب بره بتوصل لدرجة حرارة الغرفة. أقوم جايباها وحطاها على الوش ومدخلاها تاني التلاجة علشان تتماسك. فهمتوا قصدي؟ نقفل الطبقة اللي على الوش دي وشكرا. أهو هنضف الكاسات بتاعتي، وانتوا هتمشوا على الخطوات زي ما قلناها علشان اللي بيحصل ده ما يحصلش عندكم، لانه سخن فهيدخل على، بصوا اهو، بصوا لانه سخن يدخل كده.